للحديث معنا من مدينة بومالانجا في جنوب إفريقيا الصحفية وانديسيل ماسومبوكا. أهلا وسهلا بك معنا. السؤال الذي يطرح اليوم أهمية قبول دول جديدة خاصة لما سينعكس على قدرة وقوة مجموعة البريكس. مرحبا، تحياتي لكم من جنوب إفريقيا وشكرا لكم لإعطاء هذه الفرصة لتكلم عن هذا الموضوع اليوم. نعرف أن هناك دول إضافية تور للانضمام إلى بريكس وذلك سيزيد من قوة هذا التكتل، ولكن نحن نتكلم أيضا عن قوة العملات الموحدة في الدول الموجودة الآن في هذه المجموعة، وأعتقد أن ذلك سيعطينا فوائد كثيرة. فنعرف أنه في عام 2022 استفادت جنوب أفريقيا بتحسين أحجام التجارة لديها بكمية كبيرة والذي يتم مع تجارتها مع دول بريكس. بالتالي أنا أعتقد أن انضمام دول إضافية سيكون جيدا لاقتصاد الدول ولإجمالي الناتج المحلي فيها، وهذا سيسمح لنا أيضا بتبادل الخبرات بيننا كما سينظر إلينا بطريقة مغيرة هنا في أفريقيا وغيرها، ونحن نبحث عن الاتحاد بيننا بالإضافة إلى تحسين علاقاتنا الاقتصادية مع هذه الدول. نعرف أن الصين تساهم كثيرا في مجموعة بريكس لا سيما من خلال مشاركة معدتها وأجهزتها وتكنولوجياتها، ونعرف أن روسيا تساهم أيضا ببعض النفط والوقود، والهند تساهم في المنتجات الطبية والصيدلانية إلى دول أخرى. بالتالي الانضمام دول أخرى سيعطينا نحن كدولة جنوب أفريقيا فوائد كثيرة بالإضافة إلى دول أخرى، ونحن نعرف أن جنوب أفريقيا هي غنية بالمعادن وهي مستعدة للتجارة بهذه المعادن مع دول أخرى، بالتالي سيكون هناك فرص اقتصادية ناجعة جدا لنا جميعا ولكل الدول التي تنضم إلينا. ما هي أبرز النقاط سيدتي التي تعتقدين أنه سيتم التركيز عليها بالإضافة إلى انضمام مزيد من الدول، والتي يمكن أن تعطي فكرة عن عمل هذه المجموعة في المستقبل القريب وتأثيرها على الاقتصاد العالمي والسياسي؟ نعرف أن سيتم مناقشة أيضا فيروس كوفيد 19 خلال هذا المؤتمر، لأن نعرف هذه القمة الأولى التي تعقد بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا، بالتالي سيتم البحث بقضية انتشار فيروس كورونا من حول العالم. سيتم أيضا مناقشة طرح عملة جديدة التي سيتم تشاركها بين الدول الأعضاء. فضلا عن ذلك توجد قضايا مهمة جدا مثل التكنولوجيات الجديدة بالإضافة إلى توسيع عضوية هذه المجموعة، وأعتقد أنه ممكن أيضا التطرق إلى أحد النقاط الأهم ألا وهي توسع هذه المجموعة، ولكن أعتقد أن ذلك يعتمد على أمور كثيرة مثل التحديات الجيوسياسية والتدريبات التي ستقوم مع دول أخرى. بالتالي ستكون هذه القمة حافلة جدا بالفعاليات بين 22 والرابع والعشرين من أغسطس. شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا من مدينة بومالانجا في جنوب إفريقيا الصحفية وانديسيل ماسومبوكا. شكرا جزيلا لك.